والله مشكلة هاي الملة، إذا أخذ المعول الثاني وشلبت فيه واخذته مني، والله جوعية هاي. هاي أم بشريني، حصلت كيك نساتي العصير. حصلت نساتي وعصير؟ ما تروح تشتري الفقر. أشتري؟ يما وين الفلوسية واشتري؟ ما عندي ولا ربع. ما عندك ولا ربع؟ ولك هاي العالم تشتغل، هاي التعيينات ضالة، روح تعين، روح اشتغل. أتعين؟ يما وين التعيين هو؟ هو حتى التعيين صار واسطات. ذاك اليوم أقدم طلبوا من عندي 20 ورقة، إيه وين أتعين هسه؟ ما عندي حتى واسطة. روح لعمك أبو مصطفى ابن بغداد ويعين بالعالم، بلكت الله يعينك. وخري ما وخري، هم خوش شغلة هذي. الله يساعدك عم أبو مصطفى. هلا عم مرتضى، أمرني قول رايد شي؟ أي والله عم أبو مصطفى رايد شي، قال ابنك يعين العالم بلاش، ولدك تقول له يعيني. أي عم مرتضى، ابن عمك ياخذ 20 ورقة، 5 نازل طين 15. شلون عمي؟ 15 ورقة؟ هاي انت عمو هيك الغريب شلون؟ لا عمي ايش فيك؟ مرتضى انت شاقويات، روح لباكر وهو يعينك. هذا ابن عمي حيدر قزاره يعين بالعالم ببلاش، وانا ما ادري هم زين. قالت لامي جايك حدوري. اقول لك شعواط، اعطونا مقاوله كلش كبيره واحنا لازم نخلصها على السريع، تمام يا روحي؟ صار استاذ قزاره بس ما قلت لي بالمقاوله شنية. حبيبي شعواط، المقاوله اللي اعطوني اياها الزباله مالت الحي ولازم نخلصها على السريع، اريدك تلقف مكناستك البيضه وهسه تروح لها. تبشر استاذ قزاره، بس انا بحد ما اقدر الا اجيب واحد وياي. هسه سهله، اشوف لك عامل، بس انا راح اعطيك قشه كلش قويه 5000 دينار. استاذ قزاره زودني شويه. يلا سهله سهله، ازودك 500 دينار، يلا خلي طباني. يلا حيدر حيدر، السلام عليكم حيدر. هلا بالعمي بعد رايك، شلونك؟ جابه هذه. عاد تفضل تفضل. لا لا رحم الله والديك بروحه. اريدك توقف وياي وشغله ضروريه هاي، وابن عمي انت. ايه تبشط، تبشر تبشر. هذا شبيه ابن عمي بعد ما قلت على 20 ورقه قام يمسلت. شنو ايش قلت؟ شنو شغلتك الضروريه؟ شو خايف ايش بيك؟ انا خاف، مع الاسف عليك ابن عمي، بس ابوك ودانا عليك، قال يعين العالم ببلاش، وردك تعيني، وردك توقف وياي، لان اريد اتزوج وما عنده مصرف. بس تعين؟ سهلة، أنا كنت أدور على واحد أريد عينه، بلزم هذا الكرك. كرك؟ شو أسوي بيه الكرك حيدر؟ ما عليك، موضوع كرك أنت ما تعرفه، بعدين راح تعرفه، يلا مشينا. يلا أصعد أصعد. لا هدمي يا المخبر، مو زين اسالك وخف. لا هدمي. لا لا والديك مو صوتك، صوتي انا اللي وصلتك. خوي هاي المقاوله اخذتها بها كرو فلوس ولازم نشتغلها على السريع. ها وذاك صاحبك شوفه جاي يشتغل ام تشتغل وياته؟ ولك حيدر قزار شو يشتغل؟ ولك هاي زباله. انت مو تريد تعين؟ هو هذا التعيين بالبلديه، شاش بيها البلديه تتبطل عليها، يلا اشتغل اشتغل. بالبلديه رحم الله والديك، مو صوتك، صوت انا اللي جيت. ها ولك يما مرتضى، بشر عينك ابن عمك. لا يما يا عيني ابن عمي، ترضينها يا عيني بالبلديه؟ هذا تالي عمري انا اشتغل بالبلديه. وش بيها البلديه؟ هسه راح اخابره واشوف اني. ها عم حدور شلونك شو اخبارك؟ هلا عمي الحمد لله، انت شلونك؟ ليش هذا ما معينه ابن عمك؟ والله يا عمي مرتضى اجاني لقيت له وظيفه، قلت له اشتغل وياي بالبلديه، يقول لي لا انا اشتغل بالبلديه، بعد شو اسوي له؟ اي والله يا عمي هذا يريد الشغل يجي راس البيت بالبلديه وما راضي. يلا هذا يا عمي ان شاء الله خير. يلا الله وياك يا عمي الله وياك. اخذ راحتك اخذ راحتك، هلا بك هلا بك. والله مشكلة هالعالم هاي، تسوي زين وتلبس شط وماكو واحد يقول لك رحم الله والديك.
ها عمو مصطفى خيرك؟ شو عصبي وسولف نفسك؟ خو ماكو شيء.